السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن الترانزيشن لينس وشيت 4، بس الاول هنبدا نتكلم عن كام موضوع كده وبعدين هنخش على الشيت ونحل المسائل. اول حاجه هنبدا نتكلم عنها هي الباوندري لاير. يعني ايه باوندري لاير؟ قال دي المساحه اللي بيحصل فيها فيلوسيتي جريدينت. يعني ايه فيلوسيتي جريدينت؟ يعني السرعه بتتغير مع المسافه. يعني انا دلوقتي لو انا عندي سوليد سيرفيس بالمنظر ده، تمام، الليكويد او الفلويد بتاعي داخل بسرعه يو انفينيتي، تمام كده، هيبدا يخش على السيرفيس، هلاقي سرعته في الجزء القريب من السيرفيس بدات تقل لدرجه ان السرعه عند السيرفيس نفسه بزيرو، تمام كده، وبتبدا تزيد واحده واحده لحد ما توصل للسرعه اللي هي يو انفينيتي، تمام كده. مع الوقت الباوندري لاير دي او الجزء اللي بيتغير فيه السرعه بلاقيه بيزيد معايا. ليه بيزيد؟ لان انا كل ما بخش في مسافه اطول في السوليد سيرفيس بالتالي الفريكشن بتاعي بيزيد، تمام كده. يبقى انا دلوقتي فين الباوندري لاير في الجزء ده؟ هو الخط الاحمر ده، تمام، لان هو ده الجزء اللي هلاقي السرعه بتاعتي عماله بتزيد. اول ما بطلع بره بلاقي السرعه بتاعتي اهي كلها بمسافه ثابته، تمام. طب فين الفيلوسيتي جريدينت؟ هي الخط الاخضر اللي هنا ده، هلاقيه بادئ بزيرو اللي هو du by dv by du by dy، تغير السرعة مع المسافة لفوق، ال u عند مسافة y بزيرو، ال u كانت بزيرو. كل ما ال y بتزيد او بنبعد عن السيرفس بتاعي بلاقي ال u بتاعتي بدأت تزيد واحدة واحدة لحد ما بتثبت، تمام كده. نتكلم عن حاجة تانية بالنسبة لللامينر والتربلنت. يعني ايه؟ انا الفلويد عندي بيبقى داخل الطبقات بتاعته هو ماشي بشكل لاير، اللاير دي مش بتعمل ميكسينج مع بعضها، تمام كده. الجزء ده انا بسميه لامينر. واحده واحده بيبدا يحصل ميكسينج بسيط، فالجزء ده بسميه ترانزيشن، لحد ما بلاقي كون دوامات او اديس وبلاقي حصل لي ميكسينج ما بين اللايرز بتاعتي. في الحاله دي هسمي الفلو بتاعي تربلنت، تمام كده. يبقى انا دلوقتي عندي هنا دي الباوندري لاير، تمام، وهلاقي الفرق ما بين اللامينر والتربلنت، هلاقي زي نطة كده ما بين الجزء ده كان ماشي بالراحة اهو، والباوندري لاير مرة واحدة زادت بسبب ان احنا وصلنا للتربلنت فلو، تمام، بسبب وجود الإيدز، تمام كده. هنيجي نتكلم دلوقتي عن الباوندري لاير بس في البايب او في تيوب، تمام. احنا كنا لسه شايفين ان الباوندري لاير بتكون على السيرفس بالمنظر ده. طب لو انا عندي تو سيرفس، عندي من فوق وتحت عشان دي بايب او تيوب، فبالتالي الباوندري لاير هتبقى من هنا وكمان من هنا، فهيبقى عندي منظر كون بالمنظر ده، تمام. ومع المسافه هلاقي ان الباوندري لاير ثبتت وبقت هي عباره عن الخط اللي في السنتر لاين ده. هلاحظ حاجه، ان انا دلوقتي عندي جزئين من الفلو، في جزء في الفيلوسيتي بروفايل ثابت وفي جزء في الفيلوسيتي بروفايل مش ثابت. ايه الفيلوسيتي بروفايل؟ هو شكل السرعه هنا، هلاقي هنا هي على شكل حرف يو، هي نفسها اللي هنا. فالجزء ده بسميه فولي ديفلوبد فلو، ان الفلويد بتاعي بقى ديفلوبد خلاص وشكله هيفضل ثابت خالص على طول البايب. طب قبل كده هلاقي ان السرعه بتاعتي او البروفايل بتاع السرعه شكله مش ثابت، بصوا هنا غير هنا غير هنا، تمام. فكمان ببدأ اقدر ان انا اصنفهم بطريقة تانية، ان انا ده السرعة بتتغير في 1 dimension وهنا السرعة بتتغير في 2 dimension. طب ازاي؟ في حالة ال 1 dimension انا هلاقي السرعة بتتغير في الاتجاه الريديال، الجزء ده السرعة هنا غير هنا غير هنا لحد ما اوصل للسنتر لاين، دي اقصى سرعة بوصل لها، تمام. لكن في اتجاه اللينس بتاع البايب هلاقي السرعه ثابته، احنا لسه قايلين ان البروفايل هنا هو نفسه هنا وهو اللي بعد كده، فبالتالي السرعه بتتغير في 1 دايمنشن بس اللي هو الراديال. طب في حاله الان فولي ديفلوبد هلاقي السرعه في الاتجاه بتاع الراديال بتتغير هنا غير هنا غير هنا، وكمان في الاتجاه بتاع اللينس بتاع البايب هي كمان مش ثابته اهو بتتغير. يعني السرعه دي اللي هي كانت واي انفينيتي غير دي غير دي، تمام كده. يبقى انا لو جه سالني وقال لي قول لي انا في ال انا 1 dimensional ولا 2 dimensional، هبدا الاول اشوف انا في الفولي ديفلوبد ولا في الان فولي ديفلوبد. طب احنا اصلا الشيب بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الترانزيشن لينس او الانترانس لينس.
اللي هو الاكس او الاكس تي، بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسافة اللي الفلويد بيحتاجها عشان يوصل للفولي ديفلوبد ريجن، تمام؟ لان انا ما بقدرش احط اي ديفايس بيقيس سرعة او ايا كان بيقيس ايه، ما اقدرش احطه غير في الجزء اللي فيه فولي ديفلوبد، الفلويد خلاص ثبت وما فيهوش اي مشاكل، فبالتالي اقدر احط الديفايس بتاعي. فانا بحتاج اعرف الترانزيشن لينس قد ايه عشان احط الديفايس بتاعي بعد الترانزيشن لينس، تمام كده؟ فانا دلوقتي عشان احسب الترانزيشن لينس هحتاج احسب ليه، احسب ايه؟ هحسب الرينولد نمبر. ايه الرينولد نمبر ده؟ قالي ده دايمنشنلس جروب عبارة عن الرو في اليو في الدي على الميو. ايه الرو؟ هي الدنستي، اليو هي السرعة اللي ماشي بيها الفلويد، الدي هو الديامتر بتاع البايب، الميو الفيسكوستي بتاعت الفلويد، تمام كده؟ قالي ممكن نقول ان الميو على الرو هي عبارة عن ترم تاني اسمه الكايناميتك فيسكوستي، تمام كده؟ هنسميها نيو. دلوقتي الرينولد نمبر عبارة عن ايه؟ رو في اليو في الدي على الميو. انا عشان احسبه بحسبه ليه بقى؟ عشان اعرف الفلويد بتاعي هو لامينر ولا تربلنت. طب قبل ما اشوف حوار اللامينر والتربلنت، انا دلوقتي عايز اعرف الميو والكايناميتك فيسكوستي الوحدات بتاعتهم عبارة عن ايه. بالنسبة للميو بسميها ابسوليوت فيسكوستي، لو عايز اعرف الوحدات بتاعتها. بالنسبة للاس اي سيستم بيكون عندي الوحدة باسكال في ثانية، اللي هي نفسها الكيلوغرام على متر في ثانية. طب لو احنا سي جي اس، الوحدة بتسميها بوز اللي هي جرام على سنتيمتر في ثانية، اللي هي نفسها بتكافئ 100 سنتي بوز. طب لو احنا امريكان سيستم، يبقى انا هشتغل باوند ماس على فيت في ثانية. ناخد بالنا ان انا لو انا عايز احول من سنتي بوز لباسكال في ثانية بضرب في 10 اس سالب 3. طب نيجي للكاينيماتيك فيسكوستي اللي هي النيو، هي عبارة عن الميو على الرو. طب وحدتها؟ لو احنا اس اي هتبقى متر تربيع على الثانية. طب لو سي جي اس يبقى سنتي متر على الثانية، وفي الحالة دي بنسميها ستوك. الوحدات دي مهمة يا جماعة. طب لو احنا امريكان هتبقى الوحدة فيت سكوير على الثانية. نيجي نشوف بقى رينولد. لو انا جيت حسبت رينولد وطلع معايا اقل من 2000، ساعتها هقول ان الفلو بتاعي لامينر. طب لقيت ان رينولد اكبر من 2100 بس اقل من 4000، ساعتها اقول ان انا في الجزء بتاع الترانزيشن. طب لو انا اكتر من 4000، ساعتها اقول له ان الفلو بتاعي تربلنت، تمام كده؟ هعمل ايه بقى لما انا اعرف انا لامينر ولا تربلنت ولا ترانزيشن؟ قال لي دلوقتي طالما انا عرفت رينولد هقدر احسب الترانزيشن لينس. لو انا حسبته وطلع لامينر، الترانزيشن لينس القانون بتاعه هيبقى 5 من 100 في رينولد في الديامتر. طب لو حسبته طلع تربلنت، ساعتها الاكس تي هيبقى من 40 ل50 من الديامتر. طب لو احنا طلعنا ترانزيشن، ساعتها قانون الترانزيشن لينس هيبقى 100 ديامتر، تمام كده؟ ممكن يجي يطلب مني ويسألني انا في الديفلوبد ولا في الانديفلوبد، هعرف منين؟ هقارن الاكس تي اللي انا لسه حاسباها باللينس بتاع البايب. لقيت ان الاكس تي اكبر بكتير من اللينس بتاع البايب، معناه ان الفلو بتاعي هيحتاج اكبر بكتير من اللينس بتاع البايب ده عشان يبقى فولي ديفلوبد. فانا ساعتها هقول له ان انا فولي ان ديفلوبد فلو، تمام؟ يعني مثلا لو كان اللينس بتاعي 50 ولقيت ان الاكس تي طلع معايا مثلا 100، فكده هيبقى فولي ان ديفلوبد فلو. طب لو لقيت ان الاكس تي اقل بكتير من اللينس، معنى كده ان انا اللينس بتاعي كان كفاية وزيادة ان الفلو يوصل للترانزيشن لينس ويعدي، فانا ساعتها هقول له ان ده فولي ديفلوبد فلو. طب لو لقيت ان الاكس تي بيساوي بالظبط اللينس بتاع البايب، معنى كده ان اللينس بتاع البايب تقريبا قد الحتة دي بالظبط اللي هو عند الترانزيشن لينس، فده معناه ان عند النقطة دي هل اقدر اقول ان انا ديفلوبد فلو؟ ما اقدرش اقول كده. ساعتها اقول له ان ده المينيمم اللي هحتاجه عشان اوصل للديفلوبد، فانا محتاج اطول البايب شوية عشان اوصل للفولي ديفلوبد فلو. نيجي نشوف اول مسألة معانا في الشيت، يقول لي اسمت ذا ترانزيشن لينس، عايز ترانزيشن لينس at the entrance to 15 ملي متر تيوب through which 100% glycerol عند 60 ديجري سيلسيوس flowing at a velocity of 3 من 10 متر على الثانية.
density of the glycerol كانت 1240 كيلو جرام على متر كيوب. احنا قلنا عشان نحسب transition nets محتاج احسب رينولد بيساوي ايه؟ بيساوي الرو في اليو في الدي على الميو. الرو هو عطاهالي، تمام، اليو عطاهالي، الدي عطاهالي، بس احنا هنشتغل متر فهضرب دي في 10 اس سالب 3. الميو ما عطاهاليش، بس احنا عارفين ازاي بنجيب الميو من الشيت اللي فات. فهنبدأ دلوقتي نحل السؤال. حط قانون رينولد، رو في اليو في الدي على ميو، واجي اقول له انا دلوقتي محتاج احسب الميو، فاروح عند ابندكس 9، فهلاقي ان في ابندكس 9 في جليسرول 100% وفي جليسرول 50%، فانا محتاج ال 100%. هلاقي الاكس والواي بتوعه 32، هاجي هنا عند الاكس عند رقم 2 واخد خط، وعند الواي 30 هعمل خط، يبقى انا كده جبت نقطة التقاطع بتاعتهم. دي اول نقطة. تاني نقطة هو قال لي انا عند 60 ديجري سيلسيوس، هاجي اخد نقطة عند 60 ديجري سيلسيوس ووصل النقطتين ببعض، هلاقي ان الفيسكوستي بتاعتي طلعت معايا ب90 سنتي باس. طب انا عايزة احولها لباسكال في ثانية، هضرب في 10 اس سالب 3، كده اتحولت معايا من سنتي باس لباسكال في ثانية، تمام كده. هعوض على طول في رينولد، طلع معايا ان رينولد ب62، 62 دي يعني اقل من 2100، يعني اقدر اقول ان انا لامينر فلو. طالما لامينر فلو هحط القانون بتاع الاكس تي اللي هو 5% في الرينولد في الديامتر. رينولد معايا والديامتر معايا، كده انا حسبت له الترانزيشن لينس اللي هو كان عايزه، طلع معايا بالرقم ده بس بوحدة متر، ضربه في 10 اس 3 طلعته بملي متر، تمام كده. يجي البارت بي من المسألة بيقول لي repeat بارت اي، يعني عايزني احسب transition length تاني، بس الاي 100% من ال N propyl alcohol entering 3 inch pipe عند 30 degree celsius والفلوستي كانت 7 فيتا الثانية. The density of N propyl alcohol كانت 50 pound mass على فيت كيوب. اداني برضو الدنستي واداني السرعة، بس ما ادانيش الفيسكوستي، فبرضو هروح اجيبها من الجراف بتاعي. هحط برضو القانون بتاع رينولد بتاعي، الرو في اليو في الدي على ميو، الرو واليو والدي معايا، فاضل لي الميو. الميو هروح برضو ابندكس 9 عند الان بروبايل الكحول، هلاقي ان الاكس 9.1 والواي ب16.5، هاجي عند 9.1 وال16.5 هاخد خطين واجيب النقطة بتاعت التقاطع بتاعته، واجي عند درجة حرارة 30، هو كان قايل لي ان احنا شغالين عند 30، وهاخد النقطة التانية واوصلهم ببعض، هلاقي ان الفيسكوستي بتاعتي طلعت معايا 2.2 سنتي باس. عشان احولها هلاقي التحويلة بتاعتي موجودة في الابندكس اللي معانا، مفيش اي حاجة تتحفظ، وهلاقي الوحدة طلعت باوند ماس على فيت في ثانية، تمام كده. هاجي عوض في قانون رينولد، ناخد بالنا ان الديامتر كان عطوهولي 3 انش، واحنا شغالين بامريكان سيستم، فالمفروض اقسم على 12 عشان تبقى فيت، تمام كده. عوض، طلع معايا الرقم اكتر من 4000، يبقى احنا كده تربت. هي اقول ان الترانزيشن لينس هيبقى من 40 ل 50 من الدي بتاع الباي. عوضت وطلع معايا ان الاكس تي من 10 ل 12.5 فيت، تمام كده. نيجي المسألة التانية، بيقول لي عندي ووتر عند 40 ديجري سيلسيوس وسكايناميتك فيسكوستي 1.663 في 10 اس سالب 5 فيت سكوير على الثانية. is flowing through 30 feet long، اداني ال L بتاع البايب، 1.1 فيت ديامتر، وقال لي ان الريت بتاع الفلو كان 2.36 في 10 اس سالب 2 فيت كيوب بير سكند، ده الفوليومتريك فلو ريت بتاعي. يبقى اداني الكاينيماتيك فيسكوستي، واداني الطول بتاع البايب والدايمتر بتاعتها، واداني الفوليومتريك فلو ريت اللي انا شغال بيه. طالب اربع حاجات، بيقول لي اذا فلو تربلنت ولا لامينر، عايزني احسب احنا تربلنت ولا لامينر، وعايزني احسب الانترنس لينس. كان ممكن ما يقوليش انا تربلنت ولا لامينر ويقول لي عايز الانترنس لينس على طول، لان انا عشان اجيب الانترنس لينس محتاج لازم اجيب الرينولد نمبر اللي هو بيقول لي انا تربلنت ولا لامينر. تالت حاجه بيقول لي انا فولي ديفلوبد ولا ان فولي ديفلوبد، وكمان عايز احنا وان دايمنشنال
ولا 2 dimensional region. تمام كده. نبدأ نشوف هنحل ازاي. اول حاجة، بالنسبة لاول حاجة كنت طالبها، كان عايز احنا لامينر ولا تربلنت. هاجي احسب رينولد نمبر، رينولد نمبر رو يو في الدي على الميو. فانا هنا كان عاطيني الكاينماتيك فيسكوستي، فهشيل الميو على الرو واحط النيو بتاعتنا. تمام. طب انا الديامتر معايا والكاينماتيك فيسكوستي معايا، فاضل لي السرعه. هجيب السرعه ازاي؟ هو اعطاني الفوليومتريك فلو ريت، ممكن اقسمها على الاريا واجيب منها اليو. يبقى الفي دوت اللي هو كان عطاها لي هقسمها على باي على 4 دي سكوير. كده حسبت السرعه. هروح اعوض في رينولد نمبر، كده جبت رينولد نمبر طلع معايا اكتر من 4000، يبقى انا كده تربلنت. دي اول حاجه كان طالبها. طب تاني حاجه كان طالبها، كان عايز يعرف الانترنس لينس. بما اننا تربلنت، فاقدر اقول له ان الاكس تي بتساوي من 40 ل 50 من الديامتر، فاضرب ال 40 مره في الديامتر وال 50 مره في الديامتر، طلع معايا ان الاكس تي من 4 ل 5 فيت. تمام كده. ندخل على بارت سي. هو كان بيقول انا عايز اعرف انا فولي ديفلوبد ولا ان فولي ديفلوبد. هعرف منين؟ كنا بنقارن الاكس تي بالال. طبعا احنا الاكس تي بتاعتنا كانت 4 ل 5 فيت، والال هو كان قايل ان هي 30 فيت، فبالتالي الال اكبر بكتير من الاكس تي. على الاساس ده هقول له ان انا فولي ديفلوبد فلو. وفي نفس الوقت بما اني فولي ديفلوبد فلو، فاقدر اقول له ان انا السرعه بتتغير معايا في 1 دايمنشن بس. تمام كده. كده احنا يبقى خلصنا الشيت بتاعنا. اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه.